السلام، لحظة نحط فوامار. السلام عليكم، مرحبا بكم الناس كل في الشين متاعي جديدة وبلوتو الاسم الجديد. يعني كما تعرفوا في البريود هذي فهم برشا قلق، فهمت شنش نعمل هنا وش بيني خرجت من البلاصة هذي. بونا نرجع للوضعية العادية. بون يا جماعة، كمان الانترو اللي قديناها توا، يعني ما وحلتش بتبعها جيس نمثل وكا. نحب نقول حاجة، بريود متاع الكورونا ذي وكونفينمون كل واحد في داره، كرهيبكم كيما يعني بذات الكرهب هذي مسخة، يعني البربريز ما نحكي لكمش. تريو بكرهيبكم، خدموا مع القليلة مرة في النهارين، باش خاصة ديزير راهو بين نمشيو للصلب الموضوع. بون يا جماعة، الكهرباء والله سخونة تفاور، حليت شبابك يعني كان سمعتوا كلبي ولا أي حاجة ليه، وجاني عصفور تو هدي تير تير تير، قعدوش رايدين حتى في دارنا، راه نقصو كان يجيني الكلب وكاو. باهي خلينا ندخل صلب الموضوع. انا بدلت اسم الشين على خاطر باش نتخصص في حاجه برك، واللي هي الميكانيك. وقارب الناس كل تعرفون لي انا مغروم بالميكانيك. ميكانيك هي حاجه عمري ما مش سايبها طول حياتي، وماذا بيا يعني هذاك علاش انا عملت الشين هذايا، باش نحكي تسكي ميكانيك ونعلم العباد اللي ما تعرفش بالكدا في الميكانيك، وباش نحكيو على برشا مثال دي بان في الكراب، واللي مثال عنده بان والا يحب يسال على سوم كهرباء والا يشوف ولا حاجة فهمتني يستحقني في حاجة، انا راني مستعد نجاوبكم الناس كل، ونجي نعملكم دي فيديو اني نجاوب على لي كومنتير متاعكم. وابار اللي هي تسكي ميكانيك بالبسيكل، وما حاجة ميكانيك انا تعرفوني زادة مغروب بالبسيكل، دونك انو فما مخصص لكم بروغرام انو باش يكون فما دي فيديو متاع دي زيكسكورسيون بالبسكليت، يعني في الطبيعة الخضراء في المرنقاية. بون ها بداو يزفروا العصافر، حطت الميكرو هذي باش نجمو تسمعوني ونقربوا روحي. و ان شاء الله تكون تعجبكم ليدي متاعي المرة هذي، وما تنسوش زادة باش تعملوا سبسكرايب وتلايكيو الفيديو هذي. وبتت نسيت حاجة هذولي، اي ذكر باش اعمل دي فيديو رياكسيون مش على اكتفايات اللي عملوهم الناس الكل، كونتاكت نتاع الكهرباء باش نوفيلها الباتري تعملوش كيفي. باش نحكي يعني قصدي باش نعمل دي فيديو رياكسيون سور دي كورس نتاع فورمولا 1 ولا غالي والا سور دي اكسيدون دون تو سكي ميكانيك، حتى سكيت بورد راهو ميكانيك بالنسبه ليا، بوسك فيها بولونه كيما اسم الشين هكا مادام فيها بولونه يعني ميكانيك. هاي تشاو.